القمة السادسة لقمة تونس الرقمية ولا الدورة السادسة لقمة تونس الرقمية، احنا حبينا من خلالها وتشوفوا الحضور المكثف، يعني هناك اهتمام بقطاع الرقمنة. احنا حبينا نقولوا اللي كل القطاعات وكل المتدخلين معنيين بالرقمنة. الرقمنة اليوم ما هوش اختيار، هي ستون اوبليغاسيون، ضرورة قصوى يلزم تتوخاها الإدارة، توخاها المؤسسة من القطاع العام والقطاع الخاص، باش ينجموا يطوروا مشاريع ويبعثوا مشاريع في التحول الرقمي. اليوم التحول الرقمي يعطي امباكت بوزيتيف برشا على حياة المواطن، حبينا نظهروه اترافير لي سوليسيون اللي يقدموا فيهم الشركات العموميه والشركات الخاصه. واليوم حابين نظهروا من القمه هذه انه نجموا لو كان نبعثوا مشاريع ما بين زاد المؤسسات الناشئه اللي هما لي جون، هذوما يلزمنا ندخلوهم في الترانسفورماسيون ديجيتال، لانه الشركات الكبرى مش تبعث المشاريع نتاعها يلزمها تخدم مع المؤسسات الناشئه، لانه المؤسسات الناشئه ما عندهاش حتى مستقبل اذا كان ما نعطيوهاش دي مارشي وما نعطيوهاش نفاذ للاسواق. في قمه تونس الرقميه كل سنه نحبوا اون فالوريز ونثمنوا الانوفاسيون والابتكار والتجديد اللي يجي من طرف الشاب. احنا تقريبا ثم ستة مجموعات كلهم دي ستوديون، يعملوا دي انجينيور دي ديزاينر، يعملوا اون كومبيتيسيون بوندون 24 اور، وخدمنا سنه على تيم مهم برشا اللي هو البلوك تشين ديسنتراليزاسيون دي دوني والامباكت سوسيال والامباكت ديجيتال. عملوا اون تحدي وفما فريق متكون من ثلاثه تروا ستوديونت هما اللي ربحوا المسابقه هذه. احنا اترافير المسابقه شو نحبوا نعملوا؟ نحبوا نظهروا التجديد عند الشباب، وهل الفكره هذه ربحت 10,000 دينار مساهمه ماليه اللي يمكن تخول لها باش تعمل تخلق المشروع نتاعها اللي هو ستارت اب. دونك ما نحبوش تكون ستارت اب فقط، نحبوها زاد ستارت اب تخدم عباد وتولي هي تنتج وتولي تخدم مع الشركات الكبرى. هذه هي الديناميك اللي نحبوا نخلقوها اترافير قمه تونس الرقميه. احنا كقطاع خاص نحاولوا نلموا القطاع الخاص والقطاع العام، ونحبوا اون سونسيبيليز القطاعات باش يخدموا مع بعضهم. الهدف نتاعنا انه نلمدوهم، راهو سي تري امبورتون انه نحسوهم باهميه الموضوع هذايا. وانا نقول لك حاجه حسيتها محسوسه منذ ست سنوات، ما كانت حتى ستارت اب الاكسبوز عندنا، اليوم ثم 50 ستارت اب لابيليزي كي اكسبوز. شو معناتها؟ معناتها ثم ديجا ثم اون ديناميك او نيفو دو لا كرياسيون دو ستارت اب، التطور نتاعهم، وجا تو الوقت باش لي ستارت اب هذوما اللي عندهم دي سوليسيون انوفون باش يلاكسيد لي مارشي. وهذه هي الحاجه لا بلوز امبورتون اللي باش تخلي الديمومه المؤسسه الناشئه، لانه مش الفائده في انه نخلقوا تشريعات ونخلقوا مؤسسات ناشئه وبعد تندثر، يلزم تكون ثم اون ديناميك اون كرياسيون دو بروجي، يلزم تكون ثم تنفيذ وانجاز باش هالستارت اب هذوما يلقاو مشاريع يخدموا معاهم مع الدوله ولا مع القطاع الخاص.